أحيانا فضيلة الشيخ يكون هناك مشاعر مشبوبة لبعض العبادات التي لا يقدر عليها المرء، فهل يمكن أن يصرف ذلك إلى عبادات أخرى يقدر عليها بدل أن يتحسر على ما فاته؟ نعم، قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الذي لا يستطيعه الإنسان يعدل عنه إلى ما يستطيع من العبادات. بقصد أن لا يضيع ذلك الشعور، يعني الرغبة في العبادة. الرغبة يؤجر على رغبته ويؤجر على نيته، الحمد لله، لأنه لولا المانع لفعل هذه العبادة، فيؤجر على نيته. مثل المريض الذي يكتب له أجر من يقوم الليل، وأجر من يجاهد في سبيل الله، إذا حبسه العذر عن الخروج للجهاد في سبيل الله يكتب له أجر المجاهدين، ويكون مع المجاهدين بنيته وعزمه وقصده. وإذا كان من عادته أنه يقوم الليل لكن المرض أقعده عن ذلك، فإنه يكتب له أجر القائم بنيته. الحمد لله.